مشاهدي 360 مرحبا بكم حلقه جديده من نايضه في هوليوود واللي من خلاله ستعرفوا على حياه العديد من المغاربه الناشئين في امريكا. والضيفه ديالي اليوم جات من طنجة الامريكان لتصبح مخرجه الافلام العالميه في هوليوود. اخر اعمالها المسلسل الامريكي رقم واحد في امريكا امباير. انها المغربيه سناء حمري. قبيلة تعطي لي انترفيو على توت لا بريس امريكان، شنو الشعور ديالك اليوم؟ انا كنحس مزيانه بحق واحد الحاجه كتجيني بجوشكيل. انا في الريد كاربت ان نيويورك اون تران دو بارلي بالعربيه عباد الله، سي تري بيان. انا هادشي والله العظيم شكرا. سناء مرحبا بك معنا في 360 من طنجه العاليه لقمه هوليوود. كيفاش كانت هذه الرحله الطويله؟ انا شماليه من طنجه، قريت في المدرسه امريكان، من نجحت طلعت في الجامعه في سارة لورنس في نيويورك. ايوا قريت تما وبقيت انا في نيويورك وبديت كنعمل لو مونتاج افيك لي فيديو كليب مع دي زارتيست. وتما تلاقيت مرايا كاري، ومن تلقاتني عمرها ما شافت مراه كتخدم في المونتاج. دونك بديت كنعمل مونتاج ليلى جيزي ان بافي. من بعد داكشي هي اللي جاتها الفكره تقول لي انا نقدر نكون مخرجه. هضرتينا دابا على مرايا كاري، واش بصح سمات ولدها مراكن مغربي بسببك انتينا؟ وبصح حيتاش من تلقاتني في نيويورك كانت كتسقسيني على المغرب. ايوا ديت المغرب حتى مراكش، جلست معايا تما. ايوا وعجبتها لي جون، عجبتها الماكله ديالنا، كولتور ديالنا. من رجعت نيويورك شبرت بيت في لابارتمون ديالها وبدلاتو ماروكان. ايوا من تما من ولدت لقماتو مراكن. شديتي السوشيال ميديا ديالك ووقفتي على الخدمه ملي سمعتي بخبر الموت ديال المغني العالمي برينس. عاودينا على العلاقه اللي كانت تربطكم بجوج. انا تلقيته من كنت كنعمل لي فيديو كليب، ودائما كنا كنخدموا مع بعض، وهو كان هو اللي كان كيشجعني باش نكون مخرجه في اي حاجه اللي بغيت. دائما كان كيقول لي غتعمل شي حاجه كبيره، لابد تعمل اللي تمنيتي. راجل كان مزيان، طيب، معقول، اوكي. وهو اللي علمني نخدم بزاف. ولا شفتي في حوايجو في برينس غتلاحظ بان في 1102 و3 كان كيلبس القفاطن والجلالب اكوز دو موا. وفي الاخر مشى مع سلمى حياك وعملوا فيديو كليب تما في مراكش. هاد الايام تينا تقومي باخراج المسلسل رقم واحد في الولايات المتحده الامريكيه الاكثر مشاهده اللي سميتو امباير. عاودينا على التجربه هادي. امباير مسلسل على الموسيقى، على لا فامي دو ميوزيك. عندك لوشيس وكوكي، لوشيس تيرنس هاورد، كوكي تراجي بي هانسون، وعندهم ولادهم اللي كيغنيو وكي رابيو. وفرصه جاتني مزيانه حيتاش انا عشت وشوفت لي زارتيست من كنت انا في نيويورك نعمل لي فيديو كليب. دونك بهذا المسلسل كتكون اوثنتيك حيتاش انا عندي جربت مع هاد لا في دو ميوزيك. انا سعيده اللي عندي هاد اكسبيريونس في امباير حيتاش انا مشيت من افلام وبليس كنعمل تلفزيون. وامباير فيها كل شيء، فيها الموسيقى، فيها الحوايج، فيها فيجن كبير. وانا الحاجه اللي كنعمل دائما خصها تكون فيها بزاف ديال لي زيماج كي سون غران. انا اليوم فاطره عندك وانا تنموت على الحريره، واش موجوده لي الحريره اليوم؟ وانا عرفتك كتعجبك الحريره بيان سور. انا اللي غنطيبها غنعدلها بيو صحي. حريره طنجاويه. طنجاويه كاع، عندي طاجين ديال الحوت. برافو عليك، يلا. You gonna remember me. I don't think انا في وقت رمضان دائما كنعزل الحريره ديالي طنجاويه ايوفر داكشي صحي. ايوا حنا غنبداو نطيبو داكشي.
ومن الاول داكشي الناتور ما كنعملهاش في الكوكوت حيت خصني داكشي يطلع لي دوسما. والحام دائما الحام خصها تكون في العطام، داك الحام خصو دائما تكون في العطام حيت العطام فيها كولاجين مزيان بالذات. الحريره سي بوغ 10 الناس هما الحق. دابا حنايا عندك اللحم والبصل كنطيب بطريقه مغربيه شماليه طنجاويه وساهل. داكشي ساهل، انا دائما كنعد الحريره واخا رمضان سي سيغ حق دائما كنطيب الحريره حيتاش ما كنعملش داك الطحين. الطحين ماشي مزيان للمعده شي مرات. انا كنعرف بزاف ديال النساء كيدوروها بالطحين، واخا حق انا ديالي بالنسبه ديالي كتجيني انا داكشي تقيل مع من كتصوم خصك داكشي خفيف وبيو وصحي. اكثريه حنايا في كاليفورنيا عندهم الماكله بيو. دابا كتكب العطريه داكشي مغروفه مغروفه معلقه معلقه. وانا ملي كنكون كنخدم بزاف ملي كنجي للدار ديالي كيعجبني نطيب باش كنرتاح كنحس بحال المغرب معايا. دابا كتعمل مطيشة لابد دابا عندك القزبور المعنوس وقرافس كنعمل انا بزاف حيتاش الخضوريه مش احسن حاجه صحي بزاف. عندك جوج قبطات ديال المعنوس وجوج قبطات ديال القزبور وشويه ديال القرافس. دابا كنعملو العدس. الحمص كنعملوها دابا ساعة عاد كنعمل الحمص مع السمن. عندي السمن من المغرب وانا كنجيب كلشي من المغرب بيان سور. حريرة تايم. دابا كنعملو الماء كنزيدو فيه الماء باش يطيب. ايوا سايي نايدة نايدة ديما نايدة بهاد الحريرة. تطيب الحريرة بطريقة مغربية ولبسة لباس مغربي. ايوا لابد. وانا كنرحب بيك وكنحس انا اليز هيدا دائما ملي كنكون في الدار. ملي كنكون في الدار كوزينة خصني نحس راسي في المغرب. دابا عندي النعناع ديالي مجرد مغسول بيان سور. داكشي على اسم كاسيمو. حنا نايضه نايضه في هوليوود يا كاسيمو.
شكرا ديما. جيتي شكرا جيتي للدار ديالي، رحبت بك، كنتمنى تعجبك حريره ديالي. اكيد غادي تعجبني، وشكرا اللي حليت لنا اليوم باب دارك، لان نورمال مثلا كنتينا ما تبغيش تبيني بزاف وحدوديه بزاف، دونك شكرا اللي حليت لنا اليوم دارك. ودابا حنا في الطبله بهذا الفطور باللمسه الطنجاويه، دونك تحيه الناس ديال طنجه، طنجه العاليه. شنو هي الحاجه اللي خصها تكون ضروري في الطبله ديالك ديال الفطور؟ وسيرمون خصنا الحريره ديالنا. انا كيعجبني شلايد التمر، الزيتون، شباكيه، البيض، وابخي كنعملو شي طاجين الحوت، حيت حنا في طنجه كيعجبنا طواجن الحوت. دونك هو ضروري منه؟ ضروري. بزاف الناس ما تعرفوش ان الوالد ديالك الله يرحمه كان من اكبر الرسامه المغاربه اللي جايين من طنجه، شنو يمكن لك تقولي لنا عليه اليوم؟ والوالد ديالي الله يرحمه هو اللي علمني ودخلني في هادشي ديال الفن، وعلمني كيفاش نطيب، حيت كان كيطيب حتى هو في الدار. بالنسبه لي انا في السينما كاين الالوان، كاين لي كادر، وفحال الالوان ديالو. شنو النصيحه ديالك للشباب المغربي اللي باغي ينجح في عالم الاخراج او باغي يوصل هنا لهوليوود وينجح بحالك؟ النصيحه ديالي للشباب هو خصك تخدم بزاف، وخصك تبغي الخدمه ديالك، لا بد تعجبك السينما وتخدم مع شي واحد اللي احسن منك باش تقدر تعلم منه. سناء شكرا على هذه الحريره العظيمه، شكرا على هذا اللقاء، ونتمنى لك المزيد من النجاح ان شاء الله والتالق المستمر في هوليوود، ونتمنى نشوفكم مره اخرى ان شاء الله. شكرا مشاهدينا، شكرا لتتابعكم لهذه الحلقه من نايدا في هوليوود، ونتمنى نشوفكم الاسبوع الجاي مع الضيف الجديد. الى اللقاء.